كانت افضل بيضه مع اول شابه اللي جات المغرب من بعد الحرب الاوكرانيه بين اوكرانيا وروسيا. غتحكي لنا الواقع وتحكي لنا داكشي اللي عاشو من اول دقيقه حتى الوصول ديال المغرب. مرحبا بك اختي. كما غادي نقول انا اول طالبه كانت وصلت للمغرب في 15 فبراير وبالضبط مع الرحله الاستثنائيه اللي دات من كييف لكازا رويال اير ماروك. وصلت الحمد لله قبل صراحه ما مطر الحرب. كنت جيت في 15 كانوا قالوا ما كاين حتى شي حاجه، ولكن كيما شفتوا كانت قد ضربت اوكرانيا عشنا صراحه واحد الوضعيه اللي مزريه بزاف. هادشي قبل يعني غير ملي كانوا كيقولوا لنا كانوا كيقولوا راه كاين راه غادي يكون واحد الهجوم من روسيا وداكشي، فاللي كانوا كيقولوا هادشي راه ما كاينش، راه غير الاعلام اللي دخل هادشي ودار ضجه. فواحد النهار جالسين تا السفارة المغربية كتلوح لينا بلي واحد البلاغ جا فيه انه خصنا نلتحقوا بالمغرب في اقرب وقت، واللي ما التحقش غادي يتحمل المسؤولية ديالو. ملي صيفطنا البلاغ للجامعة كيقولوا لنا اللي ينزل راه غادي يكون مطرود. هادي هي الهضرة اللي تقالت. البلاغ كان خرج نهار الجمعة، ونهار الجمعة خرج حتى العشية، ما غادي نقدروا نهضروا مع حتى شي واحد، ولا ما غاديش نقدروا نمشيو للإدارة. صيفطنا غير في الجروب ديال الجامعة. ملي كيقول لنا صافي راه غادي المدير كيقول لك انا ما عرفت حتى شي حاجه، ما وصلني حتى شي حاجه، وانا ما غادي نقدر ندير معاكم والو، خاص الحل يجيكم من الفوق. وبما ان السفاره المغربيه ما صيفطت حتى شي بلاغ رسمي لوزاره التعليم العالي الاوكرانيه، راه ما غادي يكون حتى شي حل. اذا لقيتوا شي مشكل مع المسؤولين الاوكرانيين هذا الحساب؟ لقينا مشكل مع الجامعه اول حاجه، لقينا راسنا ما بين السفاره والجامعه. السفاره كتقول لك خاصك تجي، ولا ما جيتيش غتحمل المسؤوليه ديالك، والجامعه كتقول لك الا مشيتي راه غادي يضرب. يعني بقينا بين جوج ديال الحوايج. اشنو كتقول؟ كتقول الا مشيت راه غيضوع عليا هاد الاعوام كاملين اللي ضربت عليهم التماره، والا جيت راه والا بقيت في اوكرانيا راه غتنوض الحرب، وديك الساعه غادي نوليو كاملين واحدين. كما قلت لك البلاغ خرج نهار الجمعه، كاينين الناس اللي قطعوا نهار السبت، كاينين الناس اللي قطعوا نهار الحد. حنا نهار الحد اتفقنا كلنا الطلبه المغاربه اللي كاينين في مدينه نيبرو اننا غادي نديرو وقفه مع الجونس قدام الاداره ديال الجامعه، والجامعه بدورها اختارت الطلبه اللي غادي يكونوا في الاجتماع، وهما اللي غادي يقدروا يوصلوا لنا القرار الاخير اللي اتخذته الجامعه. فملي درنا حنا الوقفه مع الجونس، الاجتماع كان غيكون مع ثلاثه. طلعوا الطلبه كانوا كيهضروا في الاول المسؤولين كانوا مسيطرين على النقاش، ما واخا الطلبه كانوا كيهضروا كيقولوا شنو عندهم وداك الشيء، ما بحال ما تسوقوش ليهم. في الاخر الحمد لله المسؤوله اللي عندنا في الجامعه قدرت تخرج بحل اللي غادي يرضي الطرفين، انه اللي مخلص الرسوم الدراسيه ديالو السمستر التالي غادي يقدر يمشي للمغرب، واللي ما مكملش خلاص راه غادي يجلس هنايا. وعطاونا مهله من 2 للجمعه باش نخلصوا فيها داكشي اللي باقي علينا، ونهار 2 غتلاحظوا لي ديال شكون اللي غادي يقرا اونلاين وشكون اللي غادي يبقى اوفلاين في اوكرانيا. صراحه حنا في الاول كنهضر انا بعدا على الناس اللي كنعرف، كنوزن صراحه غير شويه ديال الناس ماشي كلشي، حيت كلشي كان خايف. وانا عندي عائلتي، كاين خالي اللي معايا في المدينه ديالي، ولد خالتي، كاين خالي اخر اللي قرب يتخرج في مدينه خاركيف. فهو كان كيقول انا ما غاديش نقدر نهبطو نتوما، لان الجامعه درت معكم هذا الحل، سيروا على الاقل غير 15 يوم. بغيتو تمشيو لتركيا، بغيتو تمشيو للمغرب، جلسوا كانت شي حاجه راه هي هذيك، ما كانتش صافي رجعوا بحالكم. صافي داكشي اللي كان قطعنا الدار، قطعوا لي معايا 12 قبل ما يخرج القرار، قطعوا لي مع 12 صافي انا خديت قررتي انك ترجعي للمغرب. انا غادي نرجع وما غاديش نبقى، وقلت عليهم قلت لهم على الاقل واخا غير 15 يوم ماشي مشكل، واخا انا اللي بيني صراحه كانوا واحد الثمانيه خيالي بزاف قبل ما المغرب يدير هذه البادره.
كانوا لي بي واصلين حتى 10000 درهم والفوق. صافي داك النهار لو فول كان لو 15، كان لو 15 النهار 14. الصراحه قدرت ندير كل شيء، درت بي سي ار، قطعت طران، حيت انا باش نوصل من المدينه للعاصمه كييف راه عندي جبده جدا. صافي لو 15 شديت تراك مع 7 الصباح، وصلت لكييف مع 3 الربع حتى العشيه. صافي بقينا لونغيستخومون تحيلات مفلوله ديجا، السحاب طلب من جميع الجنسيات والاوكران حتى هما. كانت واحد الفرحه صراحه عمري ما حسيت بها. وصلت الحمد لله، كتحس انك دخلتي البلاد، حطيتي رجليك في البلاد وانت الحمد لله سالم غانم. دخلنا كان واحد التسهيلات اللي 4 سنين وانا طوفاني عمرهم ما كانوا بحال دوك التسهيلات. الحمد لله دخلنا درنا البي سي ار ديالنا عاودناه، الناس اللي ما دارينش الفاكسان عاودوا زعما داروا لهم الفاكسان تمايا. خرجنا شفنا الاهل الحمد لله وهذا ما كان. اذا شنو الرساله ديالك للمسؤولين المغاربه حول الطلبه اللي باقيين عالقين تما، والناس اللي ما لقاوش عندهمش امكانيات انهم يرجعوا للبلاد؟ الناس اللي ما عندهمش امكانيات انهم يرجعوا للبلاد صراحه خصهم يديروا معهم الحل، خصوصا كنشوفوا دابا كاينين بزاف ديال الطلبه اللي عاقين في مدينه سومي وكيعيشوا واحد الحاله اللي خايبه بزاف. نداء للمسؤولين عافاكم، حاولوا تعاونوهم في اقرب وقت، حيت دوك الناس الا ما ماتوش بالقصف غادي يموتوا غير بالجوع، لدرجه انه الناس ما بقوش قادرين يخرجوا حتى للزنقه. راه المشكله دابا تنادين كما قلت لكم ولاو مسلحين، والناس ما بقوش كيفرقوا واش هذا مغربي ولا اوكراني ولا روسي، ما بقوا كيفرقوا ما بين حتى شي واحد. اذا دوك الطلبه راه محاصرين من جميع الجهات، ما قادرين يديروا حتى شي